مذكرات مبارك، السر اللي فضل خفي على المصريين 40 سنة، ولما ظهر للنور كشف وقائع كارثية عن نكسة 1967 وإزاي إسرائيل هزمت مصر بدون حرب ودمرت سلاح الجو المصري في ساعتين فقط. مبارك اللي شاف طيارته بتتحرق قدام عينيه وهو واقف عاجز هو نفس صاحب الضربة الجوية الأولى في انتصار اكتوبر 1973 وتحقيق أهم انتصار للعرب في مواجهة الكيان الصهيوني. لكن إيه السر الخفي في المذكرات دي علشان تفضل مدفونة 40 سنة ويموت اللي كتبها بعد ما سلمها لابنه؟ وإزاي الحفيد قادته صدفة عجيبة لناشر المذكرات؟ وإيه علاقة المحامي فريد الديب بالحكاية دي؟ والأهم، إزاي مصر اللي اتدمر طيرانها بالكامل في 67 قدرت ترجع وتبني سلاح يقهر الغرب كله؟ صديق المشاهد، لو عايز تعرف تفاصيل مذكرات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وإيه الأسرار الخفية اللي كشفها داخل المذكرات دي وليه فضلت مدفونة سنين طويلة وأسرار النكسة في 67 والنصر في 73، يبقى لازم تتابع معانا فيديو النهاردة للآخر. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أيها المواطنون، في البداية لازم تعرف عزيزي المشاهد إن الصدفة وحدها هي اللي قادت للوصول لمذكرات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وده بعد ما يقرب من 40 سنة على تدوينها. فتخيل إنها بترجع للفترة ما بين 1976 و 1978 وما شافتش النور غير في سنة 2013، يعني بعد ما مبارك عد على منصب نائب الرئيس محمد أنور السادات اللي تولاه سنة 1975، وبعدها تولى الرئاسة لمدة 30 سنة قبل ما يتنحى عن الحكم بعد ثورة يناير 2011. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية بيحكي الكاتب الصحفي الراحل عبدالله كمال عن وقائع الصدفة الغريبة والعجيبة اللي قادته لمذكرات صاحب أطول فترة حكم في تاريخ مصر الحديث. شوف يا صديقي، الموضوع ابتدى من بعد ثورة يناير 2011 لما تعرف على مخرج سينمائي شاب كان واحد من مجموعة شباب بدأ يتواصل معاهم بعد الثورة كمحاولة للتقرب للجيل الجديد. الشاب ده كان اسمه كريم وما كانش فيه سابق معرفة بينهم، قبل ما يكتشف انه حفيد المرحوم محمد الشناوي عضو نقابة الصحفيين وواحد من اهم الكتاب والاذاعيين في فترة السبعينيات، والشخص اللي كتب مذكرات مبارك بعد استماع وكتابة استمرت شهور طويلة. وفي ليلة زار كريم مع والده الاستاذ حازم الشناوي الاعلامي والمذيع المعروف بالتلفزيون المصري وصاحب برنامج الكاميرا في الملعب عبد الله كمال في منزله، وفي ايده وثيقه تركها ليه والده المرحوم محمد الشناوي، وسلم الوثيقه اللي كانت عباره عن 500 ورقه فلوسكاب مكتوبه بخط الايد وملاحظات مبارك بالقلم الاحمر لعبد الله كمال اللي لقى بين ايديه كنز ما كانش يخطر على باله ومعلومات في غايه الاهميه. المفاجأة الأكبر يا صديقي إن مبارك مش هو اللي أصدر الأمر بكتابة مذكراته، والقرار جه من الرئيس أنور السادات. وقبل ما تسأل عن السبب وإزاي ده حصل، لازم تعرف إن السادات كان عنده ولع بالكتابة لدرجة إنه كان بيكتب مقالات في أكتر من جريدة ومجلة، وفي إبريل 1978 أصدر كتابه البحث عن الذات اللي بيحكي فيه مشواره من الحرب للسلام. وكان الدكتور رشاد رشدي أستاذ الأدب والنقد هو كاتب مذكرات السادات. وبعد تعيين مبارك في منصب نائب الرئيس وفي قرار مثير للجدل، خصوصا أن كان في أكتر من قائد عسكري من أبطال حرب أكتوبر أقدم وأكتر شهرة منه، طلب السادات من نائبه أنه يكتب مذكراته علشان يحكي للناس قصة اللي حصل من بعد هزيمة 1967 وصولا لنصر 1973. السادات اتصل بالدكتور رشاد رشدي وكلفه بكتابة مذكرات قائد سلاح الجو وصاحب الضربة الجوية الأولى، إلا إن رشاد اعتذر للسادات بداعي إنه كاتب مذكرات الرئيس وما ينفعش يكتب مذكرات نائبه بنفس الأسلوب. والسادات تفهم وجهة نظره وطلب منه يرشح بديل،
وكان الأستاذ محمد الشناوي واللي فضل يقابل مبارك لمدة أيام وشهور يسمع ويسجل للضابط اللي تحول لقائد القوات الجوية وأحد أبرز المساهمين في نصر أكتوبر التاريخي. عبد الله كمال لما وصلته المذكرات استأذن مبارك وقت وجوده في مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي أثناء محاكمته بعد الثورة عن طريق المحامي فريد الديب في النشر، وبالفعل وافق الرئيس مبارك على الخطوة علشان تشوف المذكرات النور في 2013. السؤال هنا، إيه اللي موجود في المذكرات دي علشان تفضل خفية السنين دي كلها؟ وهل فيها معلومات خطيرة ما كانش ينفع تظهر في وقت معين؟ وهنا يا صديقي هسيب التفاصيل اللي جاية في حلقتنا النهاردة هي اللي ترد عليك وتقيم بنفسك مذكرات صاحب 30 سنة في حكم مصر اللي تغير اسمها من كلمة السر صدام من يونيو 1967 إلى أكتوبر 1973 لكلمة السر مذكرات حسني مبارك يونيو 1967 لأكتوبر 1973. النهاردة يا صديقي أنا مش هكلمك عن تاريخ محمد حسني مبارك اللي اتولد في أسرة فقيرة بكفر مصلحة التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية قبل ما يلتحق بالكلية الجوية سنة 1949، لكن هكلمك عن المذكرات اللي بيحكي فيها ازاي اتحولت النكسة لأهم انتصار في تاريخ مصر الحديث، والبداية هتكون من القاعدة الجوية في أنشاص بمحافظة الشرقية وحفلة الفنانات والمطربات اللي سبقت هزيمة يونيو بليلة واحدة فقط. فبعد الهزيمة في 5 يونيو 1967 قررت القيادة تعيين اللواء محمد حسني مبارك رئيساً للجنة التحقيق العسكري في فضيحة قاعدة أنشاص الجوية واللي اتقال ان اتعمل فيها حفلة ليلة الهزيمة بحضور فنانات ومطربات فضلوا سهرانين مع الطيارين لحد وش الصبح. غنى وشرب كان سبب في عدم قدرة الطيارين على التحليق وقت الهجوم الإسرائيلي على القواعد والمطارات المصرية، والحكاية دي انتشرت بين المصريين وبقت على لسان الكل. الحكاية اللي خلت القيادة الجديدة لسلاح الجو المصري بعد هزيمة يونيو تصدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مبارك، وتقال إن الحفلة دي كانت بتدبير من المخابرات الإسرائيلية ونفذها تاجر صهيوني قدر يكسب ود كبار القادة في سلاح الجو المصري وأقنعهم بإقامة الحفل اللي دعاله جميع قادة المطارات والقواعد الجوية المصرية، وسهر الجميع وسكروا لحد الفجر علشان يفقد الطيارين المصريين تركيزهم ولياقتهم للطيران ليوم واحد فقط هو 5 يونيو، اليوم اللي نفذت فيه إسرائيل ضربتها الجوية الساحقة وسط عجز كامل لسلاح الطيران المصري. مبارك ولجنة التحقيق فضلوا يستجوبوا الفنانات والطيارين لفترة طويلة ومفيش أي جديد، لحد ما واحدة منهم حكت رواية أغرب من الخيال لمبارك وقالت له مفيش حاجة حصلت في الحفلة، بس لو عايز تعرف سر النكسة فعلا اسأل قائد القاعدة الجوية في بني سويف. وهنا مبارك اتفاجئ وسألها ايه العلاقة بين حفلة قاعدة أنشاص وبين قاعدة بني سويف وقائدها. الفنانة بعد ما خدت وعد بالأمان واطمأنت من حسني مبارك لأنه وعدها بالأمان، قالت إن قائد القاعدة الجوية في بني سويف كان بايت في شقة مفروشة ليلة الضرب لدرجة إنه طلع يجري بالبيجامة في الشارع بعد ما سمع صوت ضرب الصواريخ الإسرائيلية، والناس اتلمت عليه في وسط الشارع قبل ما يجي مسؤولين محافظة بني سويف وياخدوه في عربية شرطة عسكرية بعيد عن الناس، وده بيكشف إزاي كان في قادة مش على قدر المسؤولية لدرجة إنهم يباتوا برا قاعدتهم في وقت حساس زي ده، والموضوع وصل إنها قالت عليه لفظ خارج قبل ما يرد عليها مبارك بإن السجلات بتأكد إنه كان بيقود طلعة تدريبية مع 5 طيارين والضرب حصل بعد طيرانهم ب5 دقايق، واضطر إنه يهبط في مطار الأقصر بعد ما اتضرب مطار بني سويف. وبحسب مذكرات مبارك فالفنانة ردت بكل ثقة عليه وقالت له السجلات بتاعتنا وأكيد هم كتبوا كده علشان يداروا على فضيحته، والحكاية دي عرفها كل مواطن في بني سويف، قبل ما يقول لها طب ايه رأيك بقى ان انا قائد قاعدة بني سويف الجوية وما كنتش نايم في شقة مفروشة برا قاعدتي وكنت بقود 5 طيارات من طراز T-16 القاذفة الثقيلة علشان ينفجر الكل من الضحك ما عدا الفنانة اللي كانت في حالة صدمة. الواقعة دي بحسب مذكرات مبارك كانت جزء من حرب الشائعات اللي اتبعتها إسرائيل بعد نكسة 67 لإحباط الشعب والجيش وتهبيط الروح المعنوية واللي كانت في الأرض كده كده.
هنا ممكن تطرح سؤال منطقي يا صديقي وتقول طالما الحفلة بتاعت أنشاس مش هي السبب في نكسة 67 بيبقى ايه السبب الحقيقي؟ علشان ما تتوهش مني وما نسبقش الأحداث، وقبل ما تسأل كمان ايه حكاية الخمس طيارات اللي كان بيقودهم مبارك في الجو وقت الهجوم، وازاي الهجوم الإسرائيلي حصل قبل 35 دقيقة على ضرب قاعدة بني سويف، واللي كان قائدها في الوقت ده اللواء محمد حسني مبارك، ومفيش أي بلاغ وصل من مركز العمليات بالهجوم، والمعلومة دي هقولك تفاصيلها لقدام. لازم تعرف ان يوم النكسة بيوصفه مبارك بانه اسوأ واصعب يوم مر عليه في حياته من وقت ميلاده في 1928. لكن ايه السبب في النكسة؟ وازاي قدرت اسرائيل تحقق التفوق الكاسح على مصر وتشل سلاح الجو المصري بشكل كامل في 5 يونيو؟ ده اللي هنعرفه في اللي جاي. في 15 مايو 1966 قبل النكسة بـ20 يوم، وفي الوقت اللي الموقف العسكري والسياسي بين مصر وإسرائيل كان على أشده، التقى الرئيس جمال عبد الناصر بأعضاء اللجنة المركزية لاتحاد النقابات العربية، ووقتها قال عبد الناصر لو إسرائيل هجمت سوريا أو مصر هندخل الحرب ضدها، وهيكون هدفنا الأساسي هو تدمير إسرائيل، ومصر تتوقع في كل لحظة هجوم إسرائيل اللي هيتيح لنا الفرصة لتدميرها. وبعدها التقى بعدد من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء وهدد بإلقاء إسرائيل في البحر لو فكرت تهاجم مصر أو سوريا. تصريحات عبد الناصر تزامنت مع نشر الفرق والوحدات في سيناء ورفع درجة الاستعداد، مع سحب قوات الطوارئ الدولية المتمركزة على الجانب المصري من الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل، وإغلاق مضيق طيران في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، واللي بيعتبر شريان الحياة الوحيد للعلاقات النامية بين إسرائيل ودول إفريقيا والشرق الأقصى ومنابع البترول. وفي الوقت اللي الكل كان مستعد للحرب، بعد قرار عبد الناصر بإغلاق المضايق أمام القوات الإسرائيلية، حاولت تل أبيب تلعب لعبة دبلوماسية واستمالة المجتمع الدولي لإجبار عبد الناصر على إعادة فتح المضايق. ووقتها وزير خارجيتها موشي ديان طلب من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون حث الاتحاد السوفيتي على التواصل مع عبد الناصر، وفعلا الاتحاد السوفيتي أرسل رسالة عاجلة لسفيره في القاهرة أكد فيها لعبد الناصر إن إسرائيل مش ناوية تحارب وعليه إنه ينتظر وما يبدأش الحرب. مبارك كشف في مذكراته كلمة السر عن واحدة من أهم المعلومات اللي كانت سبب في نكسة 1967، وقال إن قبل النكسة بأيام التقى الرئيس جمال عبد الناصر بقادة أفرع القوات المسلحة، ووقتها قالوا له حتى لو إسرائيل بدأت الحرب فسلاح الجو المصري مش هيخسر أكتر من 10% من قدراته العسكرية، وبناء عليه شاف الرئيس جمال عبد الناصر إن الرقم ده قليل ويمكن تعويضه، وقرر انتظار الضربة الأولى من إسرائيل ومحاولة امتصاصها وبعد كده تنفيذ الهجوم المضاد، خصوصاً إن الاتحاد السوفيتي كان طلب وقتها من عبد الناصر عدم البدء بشن الحرب. مبارك كشف كمان عن كارثة حقيقية سبقت النكسة، وهي إن القادة العسكريين كانوا بيقارنوا قوتنا قصاد إسرائيل حسب العدد، اللي هو عندنا جنود أكتر من إسرائيل وطيارات ورادارات أكتر منهم وهكذا. وهنا لازم تعرف يا صديقي إن المقارنة دي اللي اتبنت على الكم وليس الكيف كانت واحدة من أسباب النكسة، خصوصا إن الأسلحة الإسرائيلية وإن كانت أقل من اللي بتمتلكها مصر إلا إنها كانت حديثة ومتطورة مقارنة بأسلحة مصر، وكمان مساحة مصر أكبر أضعاف من مساحة فلسطين المحتلة، إلا إن القادة واللي كانوا عايزين يحافظوا على كراسيهم بحسب كلام مبارك كانوا بيرفعوا تقارير للرئيس عبد الناصر إن الوضع تمام وإننا بنمتلك أسلحة أكتر من العدو ومستحيل يقدر يهزمنا. مبارك واللي كان قائد القاعدة الجوية في بني سويف في الوقت ده وجه انتقادات قوية لأسلوب سلاح الجو المصري في الفترة دي، واللي كان بيعتمد على نظريات قديمة من أيام الحرب العالمية التانية، زي مثلا إن الهجوم بيحصل مع أول شعاع ضوء بعد الفجر وقت ما بتكون الرؤية قوية قصاد الطيارين في السماء، أما قبل أو بعد كده فالدنيا أمان، إلا إن إسرائيل كانت بتمتلك طيارات متزودة بأجهزة رؤية ليلية وقادرة على تحديد الأهداف بدقة وسهولة على عكس الطيارات المصرية الموجودة وقتها. والمفاجأة إن طيارات سلاح الجو المصري بعد ما عملت حملة التمشيط اليومية واللي بتكون مع ظهور أول شعاع ضوء بعد الفجر وتأكدت إن الدنيا أمان رجعت هبطت لقواعدها،
بس مفيش دقايق على هبوطها، وبالتحديد الساعة 9:15 صباحاً ابتدى الهجوم الإسرائيلي اللي شنته تل أبيب على مصر والأردن وسوريا في 5 يونيو ب 548 طيارة، منهم 246 طيارة مقاتلة، واتضربت الطيارات المصرية على الأرض. إلا إن مبارك كان طاير في الجو بالخمس طيارات اللي سبق وقلتلك عليهم فوق، وفي نفس الوقت ما عندوش القدرة على الاشتباك مع طيران العدو. مبارك اللي كان شايف إن إسرائيل خدعت العالم كله بإنها دولة بتسعى للسلام ومش ناوية على الحرب، في الوقت اللي اتأكد الكل إنها مش هتحارب نفذت ضربتها، بالإضافة لقادة الجيش المصري وقتها واللي ما كانش عندهم خطة حقيقية لمواجهة إسرائيل وكانوا عايشين في وهم التفوق العددي. انتقد مبارك اعتماد صنع القرار على أهل الثقة وليس أهل الخبرة، وشاف طيارته بتحترق قدام عينيه في مشهد أقسم فيه على الثأر. وبيحكي اللواء محمد حسني مبارك في مذكراته إزاي شاف طيارته بتتحرق قدام عينيه على أرض مطار الأقصر، وبيقول إنه بحكم شغله كقائد للقاعدة الجوية في بني سويف كان حريص على تنفيذ طلعات تدريبية بشكل شبه يومي، وده للحفاظ على الاستعداد القتالي للطيارين. وفي صباح يوم النكسة ركب طيارة من ضمن خمس طيارات في طلعة تدريبية عادية، والأجواء كانت طبيعية، مفيش أي تحذير من أي تهديد للعدو. بس بعد صعوده للسماء بخمس دقايق وعلى ارتفاع 300 متر اهتزت أجهزة اللاسلكي في طيارته بخبر وقع عليه كالصاعقة، لما تم إبلاغه إن القاعدة الجوية اللي أقلع منها من لحظات ضربتها إسرائيل ودمرت القذائف الثقيلة اللي كانت موجودة في المطار في عملية سماها سلاح الجو الإسرائيلي بطوق الحمامة، وسبقها ضرب المطارات في الدلتا والقناة. الكارثة الأكبر من وجهة نظر مبارك هي إنه تبلغ بالهجوم بعد 35 دقيقة على وقوع أول ضربة جوية معادية وبدون أي إنذار من مركز العمليات الرئيسي للمطارات والقواعد الجوية اللي تعرضت للقصف واحدة ورا التانية، في الوقت اللي كان بيجيله تحذير من برج المراقبة في المطار اللي أقلع منه ببني سويف بعدم الهبوط بعد تدمير الممرات وعدم صلاحيتها. مبارك يا صديقي ومع الطيارين فضل دقايق بيطير بلا هدف، كمان كان عاجز عن التفكير قبل ما يجيله نداء من مركز العمليات بتنفيذ العملية فهد والاشتباك مع العدو. وهنا أدرك إن القيادة غير مدركة طبيعة الموقف الكارثي، خصوصا إنه كان في الجو بدون ذخيرة بحكم الطلعة التدريبية، والوقود اللي في الطيارات ما يكفيش للمناورة كمان، وفي نفس الوقت مش عارف يتحرك على فين، قبل ما يستنتج إن مطارات سينا والدلتا أكيد اتضربت قبل ما يتضرب مطار بني سويف بالقاعدة الجوية. وهنا قرر ياخد الطيارين باتجاه مطار الأقصر علشان يهبط ويتزود بالوقود والذخيرة ويتواصل بمركز العمليات، لأنه كان متأكد إن الطيران الإسرائيلي لسه ما وصلش الجنوب. بس المفاجأة اللي حصلت بعد هبوطه هو إنه اكتشف إن المطار ما فيهوش معدات للتزود بالوقود، وفي الوقت اللي كان بيحاول مع الطيارين يلاقوا طريقة بدائية يتزودوا بيها بالوقود كان الطيران الإسرائيلي بيضرب جسر الهبوط بمطار الأقصر، وطياراتهم بتتحول قدام عينيهم لكوم رماد ويشوف طيارته بتتحرق قدام عينيه. مبارك بيتساءل في مذكراته ليه مركز العمليات ما بلغش بالهجوم الإسرائيلي على مدار 35 دقيقة، وقتها كانت القواعد الجوية تقدر تحرك الطيارين ويشتبكوا مع سلاح الجو الإسرائيلي، وبدل ما كان في طلعة تدريبية مع الطيارين بتوعه كان يقدر يشتبك بالفعل، أو على أقل تقدير ينقل القذائف الثقيلة لحد ما يمتص الضربة الأولى لإسرائيل وبعدها يحصل هجوم مضاد، بدل ما الطيارات والقذائف والمطارات اتدمرت على الأرض. الخطورة في النقطة دي زي ما بيحكي مبارك إن البلاغ ده لو كان تم كانت نتيجة الحرب ممكن تتغير، خصوصا إن القوات البرية كانت متمركزة في سيناء في الوقت ده بتوجيهات الرئيس جمال عبد الناصر بعد ما طلع وهدد بإلقاء إسرائيل في البحر، وكان سلاح الجو يقدر يشتبك مع الطيران الإسرائيلي ويوفر غطاء جوي للقوات البرية اللي هتتحرك على الأرض، وبدل ما نخسر الأرض بهزيمة كارثية كنا نكسب المعركة دي وندي إسرائيل درس عمرها ما تنساه. مفاجآت مذكرات مبارك يا صديقي ما وقفتش عند عدم صدور أي إبلاغ من مركز العمليات بالهجوم الإسرائيلي لمدة 35 دقيقة كاملين، واللي كان سبب في خسارة جزء كبير من قدرات سلاح الجو المصري، بل إنه كشف إن الهجوم الإسرائيلي في 5 يونيو كان تكرار لسيناريو العدوان الثلاثي 1956 وكأنها مباراة بتتعاد من جديد.
المذكرات دي علشان تعرف خطورتها يا صديقي لازم تعرف ان مبارك جاوب على سؤال مهم فيها، وهو ازاي قدر سلاح الجو الاسرائيلي يضرب المطارات والطيارات المصرية ويشل سلاح الجو بالكامل خلال ساعتين فقط يوم 5 يونيو 67، وازاي حدد بدقة اماكن المطارات والقواعد الجوية. وهنا بيكشف اللواء طيار محمد حسني مبارك ان المطارات دي كانت نفس المطارات اللي كان بيستخدمها سلاح الجو البريطاني قبل اتفاقية الجلاء 1954 ورحيل الانجليز عن مصر، وهي نفس المطارات اللي ضربها سلاح الجو البريطاني في العدوان الثلاثي سنة 1956، والعدوان ده شهد مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في ضرب المطارات المصرية، وبالتالي عرف أماكنها والأهداف اللي موجودة في كل مطار بدقة شديدة. عدوان 56 اللي لعبت فيه إسرائيل دور الشريك الأصغر في العمليات الهجومية اللي نفذتها القوات الإنجليزية والفرنسية ضد مصر وتسببت في إخراج الطيران المصري من المعركة، كان في سر خطير، وهو ضابط طيار اسمه عزرا وايزمان، واللي كان واحد من الضباط اللي اشتغلوا في المطارات المصرية وقت الاحتلال البريطاني ليها قبل الجلاء، وكان إسرائيلي مش بريطاني. وبعد رحيله من مصر اتولى قيادة سلاح الجو الإسرائيلي في الفترة ما بين 1958 و1966، ومعها رفع شعاره المعروف إسرائيل يجب حراستها على ارتفاع 40,000 قدم، وبعدها أتبعه بشعار آخر قال فيه إن الدفاع عن إسرائيل يجب أن يبدأ من سماء القاهرة، قبل ما يترقى المنصب رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي، إلا أنه كان المخطط الرئيسي لعملية طوق الحمامة اللي شنها الطيران الإسرائيلي على المطارات والقواعد الجوية المصرية في 5 يونيو، وده مع خليفته في قيادة سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال مردخاي هود. وعشان تفهم خطورة الراجل ده يا صديقي بيكشف مبارك في مذكراته إزاي كان عزرا الخطر الأكبر على مصر، وبيقول إنه بعد رحيله مع الإنجليز عن مصر أخد معاه خرائط مواقع وإنشاءات المطارات المصرية بكل تفاصيلها، وبعد توليه قيادة سلاح الجو الإسرائيلي عرفهم على المسارات اللي هيتحركوا منها بعيد عن رصد أسلحة الرادار المصرية لتنفيذ الضربة بشكل مفاجئ، واللي كان أبرزها من الشمال عن طريق الدلتا في مسارات بعيدة عن رصد أجهزة الرادار، واللي كانت غير كافية لتغطية مساحة مصر البالغة 500,000 ميل، وفرض طوق من الكشف الراداري، وبالتالي قدر الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء المصرية وبدون ما يتم رصده، واستهدف المطارات والقواعد الجوية اللي تم استهدافها في عدوان 1956 بنفس الطريقة، خصوصا ان مصر ما كانتش طورت من البنية التحتية لمطاراتها وقواعدها الجوية، واللي استمر غالبيتها من وقت الوجود البريطاني في مصر علشان تضرب الطيارات وهي على الارض. وهنا ممكن تطرح سؤال منطقي يا صديقي، هو ازاي الطيارات اتضربت وهي المفروض بتهبط وتدخل في الدوشم الموجودة بالمطارات العسكرية، واللي بتتعمل علشان لو حصل هجوم الدوشمة هي اللي تتضرب والطيارة تفضل سليمة؟ بتكشف المذكرات ان سلاح الجو قدم طلب للقيادة لبناء دوشم تكون حصن للطيارات بدل ما تفضل مكشوفة في الطل وتكون هدف سهل للعدو، الا ان القيادة رفضت الطلب بداعي عدم المقدرة المالية، وده كان سبب في خسارة كتير من الطيارات المصرية في الضربة الإسرائيلية. مبارك اللي وقف في مطار الأقصر بيشوف قنابل الطيران الإسرائيلي بتنزل على طيارته وطيارات زمايله وبتدمرها واحدة ورا التانية، اعتبر ان القنابل دي سقطت فوق مطاراتنا يوم 5 يونيو علشان تقضي على الشلالية والمحسوبية في المناصب والتعيينات والأخطاء الكبيرة والتستر عليها، وأحرقت الجهل بفنون القتال الحديث علشان تفتح الطريق أمام جيل جديد من الرجال بيملك الرغبة في الانتقام وعنده العلم والمعرفة الحديثة علشان تكون رب ضارة نافعة. لكن السؤال هنا، هل إسرائيل قضت وقتها فعلا على كل الطيارات اللي بتمتلكها مصر زي ما كان بيروج الإعلام الإسرائيلي؟ مبارك أكد إن كتير من الطيارات المصرية فضلت سليمة على عكس ما روج الإعلام الإسرائيلي، إلا إن أخطر ضربة وجهها الطيران الإسرائيلي هي ضرب ممرات الطيران بغالبية القواعد والمطارات المصرية سواء العسكرية أو المدنية، ودي اللي بتقلع وتهبط منها الطيارات. وكمان الضربة كانت بنوع جديد من القنابل وهي القنابل الاهتزازية، واللي قادرة تضاعف تأثير الضربة على الممرات وتخليها غير صالحة للاستخدام، وده بيفسر ليه عدد كبير من الطيارات المصرية ما قدرتش تطلع السماء وترد على الضربة الجوية الإسرائيلية وقتها.
غلطة كبيرة كشفها مبارك ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في نكسة 67، وبيقول إنه كان قادر يستهدف مش بس الطيارات والمطارات بل يضرب الطيارين المصريين، وده لو حصل مصر كانت هتحتاج عشرات السنين علشان تقدر تبني سلاح الجو من تاني، وده طبعا كان هيأخر الاستعداد للمعركة ونصر اكتوبر 1973 واللي اتحقق بعد النكسة بست سنين فقط. النكسة كانت مزلزلة لمصر والوطن العربي، خصوصا ان القاهرة كانت بتقود الصراع العربي ضد اسرائيل برئاسة عبد الناصر قبل ما تتكبد خسارة كارثية وتفقد سيناء جزء مش قليل من قواتها. وفي إطار مرحلة التصحيح وإعادة البناء اتعين محمد حسني مبارك في نوفمبر 1967 بعد النكسة بشهور قليلة مديراً للكلية الجوية، وبعدها تعين رئيساً لأركان حرب القوات الجوية المصرية علشان يبدأ مرحلة إعادة بناء القوات الجوية اللي تكبدت خسارة كارثية في 5 يونيو. بيأكد مبارك أنه بدأ يشتغل على إعادة تأهيل المقاتل والطيار المصري نفسياً قبل تأهيله تدريبياً وعسكرياً، خصوصاً أن إسرائيل كانت بتلعب على الحرب النفسية وأنها بتمتلك جيش لا يقهر. وفي سبيل ده سعى لتنفيذ عدد من الضربات في مرحلة البناء لإكساب المقاتلين الشجاعة، واعتبر أن حرب الاستنزاف كانت جامعة لابد من الالتحاق بها قبل التقدم تجاه نصر أكتوبر وخوض الحرب الكبرى، بالتزامن مع إدخال أساليب جديدة للقتال قائمة على العلم والمعرفة كالإعاقة الإلكترونية وأساليبها المستحدثة والبالونات الخداعية اللي كانت بتستعملها القوات الإسرائيلية، ومع دراسة نواحي القوة والضعف في الأسلحة الإسرائيلية بشكل عام. مشوار طويل وشاق كان قدام سلاح الجو المصري علشان يرجع يستعيد قوته بعد الخسائر الكارثية في حرب 67، وبيقول مبارك إن السلاح بدأ بترميم ممرات الهبوط والإقلاع وكمان الطيارات اللي تعرضت للقصف، والأهم من كل ده هو إنشاء شبكة دفاع جوي وإنذار مبكر تأمن الأراضي المصرية من هجمات العدو، واللي استغل الثغرة دي في حرب 67 بعد ما كان عنده المعلومة إن مصر مش بتمتلك أسلحة رادار بتلقط الأهداف على ارتفاعات منخفضة. مصر الفترة دي يا صديقي كان عندها الرغبة في امتلاك سلاح جديد يكون مفاجئ لإسرائيل، خصوصا إنها هترصد أي صفقة طيارات هتشتريها مصر من الخارج، وبالتالي هتجهز نفسها بقدرات أكفأ وأعلى من اللي هتجيبها مصر. علشان كده قدر مهندسي سلاح الجو المصري يرمموا الطيارات الروسية اللي اتضربت في النكسة، وبسبب نقص طائرات الاستطلاع الحديثة واللي كانت بتمتلكها إسرائيل والدول الغربية فقط كان السبيل الوحيد إنهم يشتروا أجهزة استطلاع وتجسس، وبطريقة عبقرية قدروا يركبوها على الطيارات الروسية اللي ما كانتش متصنعة لحمل أجهزة استطلاع بالأساس، وده كان اختراع جديد ما شافتوش البشرية من قبل. جيش بيمتلك طيارات روسية بتجهيزات غربية، مفيش أي قوة تقدر تتخيل الاختراع ده. الاختراعات اللي نفذها سلاح الجو المصري في الفترة دي بحسب مبارك ما وقفتش عند طائرات التجسس، ووصلت لطائرات الهليكوبتر واللي فضل المهندسين المصريين يعدلوا ويطوروا في قدراتها لدرجة انها اسقطت طائرة مقاتلة طراز فانتوم لأول مرة في تاريخ الحروب، وتم تطوير خزانات الوقود والتسليح الخاص بالطيارات الروسية اللي كانت بتمتلكها مصر، وده عن طريق تركيب خزانات وقود إضافية وكمان أسلحة إضافية في اختراع لم يحدث من قبل. مبارك اللي تولى منصب قائد القوات الجوية ونائب وزير الدفاع في 1972 شرح في مذكراته إزاي الاختراعات اللي نفذها مهندسي سلاح الجو المصري كانت خارقة، زي تعديل الهليكوبتر علشان تشيل محطات إرسال متحركة تحسباً لضرب المحطات الموجودة على الأرض، وكمان تطوير قنابل لتدمير الممرات قدرتها التدميرية أضعاف اللي ضربت بيها إسرائيل المطارات المصرية في نكسة 67. شوف يا صديقي، الاختراعات والتطويرات الكبيرة اللي شهدتها القوات المسلحة المصرية وسلاح الجو على وجه التحديد كانت مرحلة تمهيدية لحرب أكتوبر، وبيسرد مبارك واقعة غريبة وعجيبة وقعت داخل مبنى المخابرات قبل الضربة الجوية الأولى في 6 أكتوبر 1973 واللي كان بحوالي ساعة وخمس دقايق بالضبط. وبيقول مبارك صاحب الضربة الجوية الأولى في تمام الساعة 1 الظهر يوم 6 أكتوبر سنة 73 كان قاعد في المخابرات الحربية المصرية قائد جناح الجو البريطاني مع ضباط المخابرات الحربية ومعهم ضابط من المخابرات الجوية المصرية،
وقبل ما تسأل وتقول بيعملوا إيه، فالاجتماع ده كان لمناقشة تأمين زيارة الأميرة البريطانية مارغريت واللي جاية تزور المعالم الأثرية في مصر. بيحكي مبارك في مذكراته كلمة السر إن ضباط المخابرات اتفاجئوا بزيارة قائد جناح الجو البريطاني، وفي الوقت ده ما كانش ينفع ترفض المخابرات زيارة المسؤول البريطاني علشان تتجنب إثارة الشكوك، وبالتبعية إبلاغ إسرائيل بنوايا مصر، خصوصاً مع تبقي وقت قصير على تنفيذ الضربة الجوية الأولى اللي اتعرفت بضربة صدام. وفعلاً تم استقباله وحصل اجتماع لمناقشة خطة التأمين والأماكن اللي هتزورها الأميرة البريطانية. دي مش وحدها الكارثة اللي هددت خطة حرب أكتوبر والخداع الاستراتيجي وعنصر المفاجأة اللي مصر كانت عايزة تنفذه ضد قوات إسرائيل. فوقتها تم رصد طائرات استطلاع فوق البحر المتوسط، والطيارة دي علشان تعرف خطورتها يا صديقي لو كانت لقطت صورة بس لأي حركة من تجهيزات سلاح الجو المصري قبل الإقلاع لتنفيذ الضربة الجوية الأولى. فخطة الحرب كلها باظت، وعنصر المفاجأة كان هيروح بسبب صورة. ووقتها اتحركت طيارات مصرية واعترضت طيارة التجسس، واللي قررت الانسحاب بمجرد ما شافت الطيارات المصرية. ومع انطلاق حوالي 200 طيارة مصرية لتوجيه الضربة الجوية الأولى وإعلان شرارة حرب أكتوبر 73، بيذكر مبارك إن السلاح الجو الإسرائيلي بمجرد اندلاع الحرب حاول ينفذ ضربة جوية مضادة على الأهداف والمطارات المصرية، ونفذ 2500 طلعة ومفيش واحدة منهم قدرت تحقق هدفها، بل إن الطيارات اللي نفذت الطلعات دي اتدمر منها 103 طيارة. والأدهى من كل ده إن كبير موجه الطيارات المصرية نفذ مقلب في إسرائيل كانت ضربة الأقوى ليهم، بعد ما أمر الطيارين المصريين بالعودة للقواعد الجوية في واحدة من المعارك دمر فيها الطيارين المصريين 13 طيارة إسرائيلية، وكان الباقي بينسحب، إلا إنه على التردد المفتوح اللي بترصده إسرائيل أمرهم بالاستمرار في القتال. وهناك اتحرك سرب طيران إسرائيلي لمساعدة السرب المنسحب، إلا إنه على التردد الخاص أمر الطيارين المصريين بالانسحاب. وهنا ضرب الطيران الإسرائيلي بعضه وسقطت 5 طيارات إسرائيلية بنيران إسرائيلية، لدرجة إن تل أبيب اتهمت الطيارين المصريين بإنهم مجرمي حرب. وعلشان تعرف حجم الإنجاز اللي حصل يا صديقي، من سلاح شبه متدمر عن بكرة أبيه ومحتاج عشرات السنين لاستعادة قوته، لقوة منظمة ومتدربة بتضرب عدو بيحظى بدعم غربي مفتوح بالأسلحة والذخيرة. بيكشف مبارك عدد من الأرقام القياسية للطيارين المصريين في حرب أكتوبر، زي إن الطيار الواحد نفذ 7 طلعات جوية في يوم واحد، مع العلم إن الرقم القياسي كان 4 طلعات حققها طيار سلاح الطيران البريطاني، وده كان أثناء مطاردة قوات المحور وقت انسحابها التاريخي من شمال إفريقيا. الطيار المصري قدر يشتبك في معارك جوية لمدة 50 دقيقة متواصلة، في حين إن المعارك العادية بتكون من 7-10 دقايق. كمان حقق سلاح الطيران رقم قياسي في التزويد بالوقود وإعادة الإقلاع اللي وصل لست دقايق فقط، مع تصليح الطيارات اللي تعرضت أجزاء منها للتلف خلال 4 ساعات فقط كرقم قياسي غير مسبوق. وأثناء أيام الحرب ما كانش فيه طيارة واقفة على الأرض، والأعطال كان بيتم حلها في وقت قياسي من خلال خلية نحل بتشتغل قرابة 24 ساعة في اليوم. وقبل ما تسأل يا صديقي إيه اللي يثبت صحة مذكرات مبارك والتفاصيل اللي ذكرها، لازم تعرف إن الجيش الإسرائيلي بكل الدعاية الضخمة اللي بينفذها كمحاولة منه لتصوير قواته بالوحش الذي لا يقهر، ما قدرش يطلع يرد على مذكرات الرئيس الراحل أو ينفي أي من تفاصيل العمليات والخطط اللي ذكرها مبارك، فأشد تصديق على صحة ما جاء في المذكرات. في النهاية مبارك اتكلم في مذكراته عن تفاصيل 6 سنين اتحولت مصر فيهم من نكسة وهزيمة كارثية لانتصار عظيم هيفضل تتحاكى بيه الأجيال. وبغض النظر عن اختلافك أو اتفاقك مع مبارك نفسه كشخص، إلا إنه ابتعد في مذكراته عن أسلوب التفاخر بالنفس وادعاء الفضل ونسب الإنجازات لشخصه، وسرد وقائع تاريخية بالأدلة والبراهين. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عايزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.